صباح الخير وصيام مبارك لكل الطوائف المسيحية بالتقويم الغربي، لكل الأشخاص يلي بدأوا هيدي المرحلة، لحتى كرامة الإنسان يلي بسط السيد المسيح إيديه كرمالنا على الصليب لحتى قلنا هالقد بحبكن وهالقد أنا قادر استقبلكن بضعفكن بخطيئتكن. عسى أنه هالفترة تكون بعيدا عن الصيام عن الأكل والشرب يلي هن تفاصيل، نروح أكتر للعمق لحتى نصوم عن الأفعال البشعة ونرجع أكتر لا إنسانيتنا، نرجع للأساس. هالحلقة يلي بتشاركها أنا وزميلتي بيا بيا، صباح الخير. صباح الخير لك شادي، أذكر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود، صوم مقبول لكل المشاهدين يلي عم بتابعونا. طبعا يمكن نحن صرنا بزمن المحبة كتار بيعتبروها ضعف، ويمكن البساطة بالتعاطي بيعتبروها هبل للأسف، والقداسة صاروا كمان بيعتبروها دقة قديمة. خلينا نصلي ونتكل على ربنا بكل شيء، لأن عن جد نحن بحاجة فعلا لإيد رب أنه تدخل بكل شردة وردة بحياتي. على كل حال وخاصة بهيدي المرحلة الحساسة اللي عم نمر فيها اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا على كل الأصعدة طبيا حتى اليوم كتير بشع الفترة اللي عم بمر فيها مش بس لبنان إنما العالم كله. يمكن ما بقى لنا إلا الصلاة سلاح لحتى نكون عم نرجع شوي لدخلنا، نكون عم نرجع لذاتنا، نكون عم نرجع للأساس حتى نقدر نكمل بهالتواصل، إن كان بعلاقتنا مع البشر أو حتى علاقتنا العمودية كمان مع خالق هدنك. هيدا الهيكل الروحي اللي لازم على أساسه نبني حياتنا على الأرض، لأنه هيك بنكون عم نبني لحياتنا ما بعد الحاجات الموجودة على الأرض بالسماء فوق مع يسوع. خلينا نعطي فكرة شو ناطرنا بصبحيتنا اليوم مع المشاهدين، وطبعا رح أعطيكم فكرة سريعة. أنا وشادي اليوم رح نكون بالبداية مع غرفة التحكم المرورية نتعرف أكثر على حركة السير على الطرقات بلبنان، من بعدها منتابع مع الكوتش ثائر حسكور والتمارين الرياضية الصباحية يلي صرتوا تنطروها يوميا، وما بننسى الفقرة الثابتة مع الزميل داني حرب يلي بيفيدنا فيها دايما بأخبار جديدة متفرقة من العالم ضمن وورد سيجمنت. ومعك شادي كمان أولى فقراتنا الحوارية لليوم مع مين؟ صحيح رح يكون معنا ضيوف عم ينضموا لنا مثل العادة بمواضيع عديدة. مسرحية درج، مسرحية بتنطلق لحتى نحكي بكل تفاصيلها مع بطلة العمل مايا صب علي وشادي هبر مخرج العمل. ونتابع من بعد حتى نحكي عن مكتبة عامة بصيدا ونادي للقراء مع لانا الحلبي. أما بالموضوع يلي اليوم ما فينا إلا ما نتوقف عنده، تنين رماد وانطلاق الصوم الكبير، أكيد بنحكي بإطار هذا الموضوع بناخد زوادة نحملها معنا لهالأربعين يوم صيام يلي بيقودونا لزمن القيامة. هالقيامة يلي بنسعى لها كل يوم بحياتنا بأفعالنا. ضيفي الخوري مروان معوض، منتابع ورح نروح حتى نحكي سياحة وبيئة أكثر، وقد مهم أنه نضوي على الناحية السياحية بطريقة إيجابية بلبنان مع سيزار محمود، ورح نحكي اليوم عن السياحة الريفية والبيئية بالشوف. وأكيد فقرات عديدة وتفاصيل بانتظاركم. بداية رح نكون مع التحكم المروري لحتى معه نرصد على طرقاتنا كيف الطرقات عم بتكون وكيف زحمة السير. طالب برو صباح الخير. صباحكم. أهلا وسهلا. بداية طالب قبل ما نفوت بتفاصيل الطرقات المؤدية للعاصمة بيروت، هل في طرقات جبلية مقطوعة؟ بهالأثناء الطرقات الجبلية الرئيسية سالكة كان بحر البيدر أو ترشيف زحلة، إنما في طرقات مثل العادي هي الأرز كفرية معصر الشوف وعيناتها كمان هولي هلا مقطعين، بس الرئيسية سالكة. نعم تفضل خبرنا أكثر شو صاير على طرقاتنا المؤدية للعاصمة بيروت. تفضل. من المداخل منبلش المدخل الشمالي، الحركة عم تكون كثيفة ابتداء من الضي باتجاه نقاش حتى أنط الياس، أيضا طريق البحرية عم تكون حركة كثيفة باتجاه بيروت وصولا حتى الدورة، الحركة عم تكمل كثيفة باتجاه الكارانتينا، وأيضا من الكارانتينا باتجاه
الشعر الحلو، الحركة بتصير ناشطة وصولا حتى الصيفة إلى وسط بيروت. تقاطع الجدادي بولفار سن الفيل، حركة ناشطة، بتصير الحركة كثيفة من الصالومة باتجاه جسر الحايك، ومن جسر الحايك أيضا عندنا حركة كثيفة باتجاه جسر الواطي وأيضا باتجاه مستديرة رزق الله الحبسور. مدخل الجنوبي أيضا عندنا حركة كثيفة بداية من المدينة الرياضية وصولا لجسر الكولا، بتبلش الحركة تصير ناشطة ابتداء من نفق سليم سليم باتجاه وسط المدينة. مدخل الشرقي من اليرزي حركة عم تكون طبيعية حتى الصياد، حركة ناشطة من الصياد باتجاه الصياد الرئيسي ايميل لحود، حركة عم تكون ناشطة. ايضا من جسر الدكواني باتجاه الاشرفية حركة طبيعية، وايضا جسر العدلية باتجاه الاشرفية حركة طبيعية. داخل العاصمة حركة اعتيادية على مستديرة العدلية ومن المتحف ناشطة من اسقط باتجاه بشارة الخوري، طبيعية على تقاطع مسجد عبد الناصر كورنيش المزرعة، ايضا ناشطة على تقاطع برج الغزال الاشرفية، وناشطة على تقاطع برج المر باتجاه الحمراء، واخيرا الواجهة البحرية بوسط بيروت حركة عم تكون ناشطة. هذا كان بالنسبة لحركة السير، بالنسبة للاحصاءات خلال 24 ساعة الماضية سجل عنا 12 حادث، للاسف سجل عنا قتيل و16 جريح. محاضر سرعة زايدة، تم تسجيل 935 محضر سرعة زايدة. هذا كان كل شيء لليوم. طالب برو، شكرا لك على نشرة اللي وضحت لنا من خلالها الطرقات وحركة السير عليهم. مشاهدينا، هذه كانت جولة سريعة، وأيضا من الأمور يمكن يلي عم بتصير حوالينا من الهلع يلي عم بيصير بلبنان مؤخرا، فيروس الكورونا يلي يعني ابتداء من ديسمبر 2019 ولليوم من الصين وللعالم كله في هيدا الهلع بهيدا الموضوع. أكيد في خطورة، أكيد ضروري الوقاية والانتباه بيها، وعم ينشر كمان كتير من التفاصيل لحتى الناس تكون عم تنتبه. حملات التوعية ضرورية حتى يتوقعوا قدر المستطاع حتى ما ينتقل هذا الفيروس بشكل سريع، خاصة هو يعني ما في خطورة بالموضوع غير إذا كان في كونتاكت مباشر مع الشخص. يعني بدنا نتوقع قدر المستطاع يعني العطسة، إذا حدا قدامنا عطس نعرف كيف دغري نمسح المحل يلي تم من خلاله يمكن انتقال هذا الفيروس، لأنه مفروض التعقيم يكون أساسا. نغسل إيدينا كتير منيح، نجرب قدر المستطاع ما نحتك بالشخص الآخر كمان، لأنه هذا الشيء ممكن يؤدي لأنه نحن نلقط هذا الفيروس ونصاب بمرض الكورونا، وإن شاء الله لا. أقول يعني على كل حال كمان في قصة أنه نوضع كمامات إذا كنا بأماكن كتير عامة، أماكن فيها كتير زحمة عالم مثل المطارات مثل غير أماكن كمان. بعدين صار في حول الكمامات مثل خطأ شائع اللي هو أنه المفروض نحط الكمامة الجهة البيضاء لبرا حتى نحمي حالنا نحن من أنه نلقط الفيروس، لا هذا شيء خاطئ، لازم الميل الزرقاء تكون لبرا. يعني حكيت مع دكتور واستفسرت منه بالنسبة لهذا الموضوع، لأن تم التداول بشكل خاطئ بالنسبة لها النقطة تحديدا. كمان نقطة تانية، نتجنب الحيوانات مثل ما كمان عم ينبعث بطرق الوقاية، لأنه مثل ما كلنا نعرف أنه هالفيروس انتقل من الحيوان للإنسان بحسب الأبحاث يلي صارت. كمان نتجنب الأشخاص يلي يمكن عندهم أعراض بتشبه شوي أعراض هذا الموضوع، مثل إذا عندهم صداع أو إرهاق أو إذا عندهم سيلان بالأنف أو حتى حرارة فوق 38 وما فوق. نعم، حتى صعوبة بالتنفس، يعني بتحس في عنده ضيقة نفس الشخص يلي أنت عم بتواجهه أو موجود حده. ما بدنا نخاف، يعني ما بدنا نخلق نوع من الهلع عند المواطنين أنه أحيانا واحد مجرب بده يتوقع منه وهيدا شخص لاقط فيروس الكورونا. ولكن كمان بدنا ننتبه لنقطة كثير مهمة، أنه ما فينا نعرف العوارض من أول مرحلة. يعني هي بمرحلة متقدمة بعد 14 يوم تبين إذا في فيروس عند الشخص ولا كمان لا. من العوارض ألم العضلات، كمان مثل ما قلت صعوبة بالتنفس، إذا في كمان كحة شديدة كمان بتأثر على اللونجز على الرواية. ننتبه من كل هذا الموضوع،
بتعرفي شو كمان الازعج بهذا الموضوع؟ يمكن في ناس اخطر من مرض الكورونا هن بطريقه تعاطيهم مع الامور، هن طريقه كورونا. تعاطيهم هن اخطر من الكورونا واسال واتقل من الكورونا، لانه اليوم اذا كنا عن جد اخذين الحيطه والحذر، واذا كنا ناس قادرين نتعاطى مع اي موضوع بطريقه منفتحه، قادرين نتخطى كل العواقب. يعني كمان اليوم بمعضلة انتقال المرض من الطائرات اللي عم تنتقل من بلد لتاني، من الطائرة اللي كانت واصلة من إيران، من كل الأماكن. يعني اليوم ما بتتوقف الخبرية لا عند بلد ولا عند أي مكان، ومنتخطى طائفيتنا ومنتخطى أوقات سخفتنا بطريقة التفكير. يعني من وين ما كانت قادمة الطيارة أكيد ما بدنا إياها تكون جاية على لبنان، وما يكون في يعني تدابير احترازية ضدها، إن كانت من بلد معين أو من إيران أو من الفاتيكان أو من أي بلد تاني، لأنه ما فينا نفكر بطائفية اليوم، بدنا نفكر بإنسانية وبطب. هيدا هو الموضوع وهالقد حجمه، فما حدا يفلسف الأمور ويخدها لمنحة لا سياسي ولا لمنحة تاني، لأنه هيدا عم نحكي بكل بساطه من الناحيه الصحيه طبعا. وهذا فيروس مثله مثل اي فيروس ثاني، يعني بغض النظر يمكن بكره تيجي طياره على لبنان حامله فيروس من نوع اخر، يعني ما بدنا نتهم الدوله اللي جايه منا. يعني كمان بدنا نعرف انه نحن لازم علينا نتوقف، ناخذ احتياطاتنا حتى نكون على اهب الاستعداد انه نواجه هيك فيروس، على امل انه هلا عم ينحكى انه في علاجات لهيدا الفيروس وممكن يكون في لقاح قريب. نحن من هلا لوقتها خلينا نتوقع قدر المستطاع. رح نتابع على كل حال. بس بنقطة بعد كتير مهمة شادي، أنه كتير من الأشخاص بيعتبروا أنه إذا مسحوا بالسبيرتو يعني معناتها هيدا الشيء حماهم من أنه يلقطوا الفيروس. بدي نوه لنقطة كتير مهمة، أنه السبيرتو فيكس للميكروب، يعني بيخلي الميكروب يضل محله، بيثبت الميكروب ما بيزيله أبدا. فاللي استعمل يمكن أدوات أخرى أو معقمات من نوع آخر. صح بيا، على كل حال كمان التدابير يلي الدولة عم تاخدهم، مثل ما شفنا كمان بمطار بيروت دولة كمان كل التدابير يلي اتخذت، وبما يخص تركيب المكانات يلي بتعمل أوتو واشنج أو تنظيف لطوارف الأسلاك وطوارف السلالم يلي موجودين بالمطار. يعني في تدابير معينة بيبقى كل واحد ياخد التدبير يلي هو بيلاقي مناسب لإله، قد ما فينا ننتبه، وإن شاء الله الله لا يضر حدا. على كل حال رح نختم موضوع الكورونا لأنه هالقد عم ياخد حيز من العالم وصار خلق حالي من الهلع بين المواطنين يعني للأسف. خلنا هيك نروح to the stress مع الفتنس كوتش سائر حسكور، شوف شو محضر لنا بفتنس سيجمنت لليوم، نتابع سوا. شكرا لك ثائر حسكور على التمارين الرياضية الصباحية. متابعين بصبحيتنا، وبرحب بكل الأشخاص اللي انضموا لرفقتنا بهالوقت، وبذكركم ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج ورح تمرق بأسفل الشاشة. صار الوقت نتعرف نحن وياكم هلا على طقس بداية الأسبوع كيف رح يكمل. طبعا باتصال مباشر مع منى عمر من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافية. الله يعافيك. طمنيني كيف طقس مكفى لهالأسبوع؟ يعني هو طقس متقلب عم بيسيطر على الحدود الشرقي المتوسط هاليومين ثلاثة. اليوم رح يكون غائم جزئيا لغائم، في عنا ارتفاع طفيف بالحرارة، ضباب على المرتفعات، بيبقى عنا احتمال لأمطار خفيفة متفرقة صوب الشمال وصوب الجنوب بهالمنطقتين. بكرة غائم جزئيا، ما في تغيير بدرجات الحرارة، في عنا أمطار خفيفة متفرقة صوب الفجر خاصة صوب الجنوب. الحرارة بتنخفض تدريجيا ابتداء من بعد الظهر مع ضباب على المرتفعات. الأربعاء غائم جزئيا، ما في تغيير على درجات الحرارة بالساحل، بينما بترتفع شوي جبل والبقاع مع ضباب على المرتفعات. الحرارات اليوم على الساحل رح تكون بين 11 و19، على المرتفعات من 6 ل12، بالبقاع من 6 ل15. الرياح أغلب الوقت شمالية غربية سرعتها بين 15 و35 كيلومتر. الرطوبة على الساحل بين 65 و80%. البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة المي 17 درجة. هذا كل شيء اليوم. نعم منى، كنت ذكرتي انه من هلأ النهار الأربعاء عم نشهد تقلبات بدرجات الحرارة وبحال الطقس، صح؟ صحيح مظبوط. نعم بقى لكن خبيني شوي أكتر، يعني الشتاء كيف راح يكون من هلأ لنهار الأربعاء؟ متفرق الأمطار؟ متفرقة الأمطار بس اليوم عنا صوب شمال وصوب جنوب أمطار خفيفة
تكون امطار خفيفه رح تكون. هلا الثلاثه في كمان امطار، احتمال الامطار خفيفه صوب الجنوب بس بالفتره الصباحيه يعني صوب الفجر. نعم. بس الاربعاء ما في امطار ابدا. الاربعاء في عنا ارتفاع بالحراره صوب الجبال وبالبقاع بس هيك. نعم يعني من هلا لنهار الاربعاء اجمالها مشهد تحسن بحال الطقس. صحيح. صباح الاربعاء مظبوط. شكرا لك عمر، يعطيك العافيه. تحياتنا لكل العاملين بمصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحرير الدولي اللي دائما بيفيدونا باداء التفاصيل المتعلقه بحال الطقس. رح نروح احنا وياكم حتى نتعرف على اخبار من نوع اخر متعلقه حول العالم بتفاصيل جديده ناخذها مع زميل داني حرب بورد سيجمنت. صباح الخير لكم مشاهدينا، بدي رحب بكل الاشخاص اللي انضموا لرفقتنا بهالوقت. انطلاقه جديده وصبحيه جديده واسبوع جديد مبارك وصوم مقبول للجميع. طبعا لما بنحكي عن المسرح قد ايه فينا نعتبره هالبوابه يلي بتفتح باب العلاج لشفاء الروح حتى نقدر نعبر قدر المستطاع على هيدي الخشبه عن مشاكل عم نعيشها اجتماعيا. يمكن الدنيا هي مسرح كبير بتفرج فيه الاقليه على الاغلبيه، ولكن كان بالمسرح الأغلبية بتتفرج على أقلية حتى تقدر تتنور وتكون ويكون بنفس الوقت هو درس لكثير من الحالات الاجتماعية يلي عم نعيشها. اليوم رح نحكي عن مسرح شغل بيت ومسرحية جديدة بتحمل عنوان درج مع ضيوفي مايا سبعلي يلي هي عم بتقوم بدور مونودراما بالمسرح وبالمسرحية، وشادي الهبر المخرج، ورح نحكي أيضا عن كتابة هيدا العمل اللي هو لديمتري ملكي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور، يعطيكم العافية. شادي مش أول مرة بتكون معنا قضيف، يعني حكينا قبل عن مسرح شغل بيت وقدي هيدا البيت عم بيخرج دفعات كتير كبيرة من الممثلين ومن الطلاب يلي عم تفتحوا لهم أفاق جديدة بعالم المسرح. نعم. اليوم رح نحكي عن مسرح جديد، عن عمل جديد اللي هو درج. بالبداية قبل ما أحكي مع مايا وعن دورة بالمسرحية، خبرني شوي قدي اليوم نحن بظل ظروف الاجتماعية اللي عم نعيشها بحاجة لهيك أعمال ولكثافة وغزارة بهالأعمال هيدي حتى نقدر نساعد يمكن المواطن يطلع من الحالة اللي عم بيعيشها. الحقيقة ما بعرف قديش فينا نساعده يطلع، بس عم نفتح له المجال انه يكون عم نعمل مسرح حتى يقدر ينخطف من الحياة الواقعية عم مدة ساعة ويروح على عالم مختلف وتاني، يختبر مشاعر معينة، يختبر خبرات مختلفة. فهذا الشيء اللي عم نجرب نعمله وما رح نوقف ابدا حتى لو بظروف صعبة. نحن ما بنعرف نعمل الا مسرح، وبفتكر من خلال المسرح عم نساهم بمجتمعنا انه يكون افضل، فهذا اللي عم نجرب نعمله. مايا سبعلي صباح الخير واهلا وسهلا فيك. اليوم دورك بمسرح جديد بعمل جديد، خاصه نحن تعودنا عليك مايا كوجه يعني تمثيلي مش لاول مره بتوقفي على خشبه المسرح، وحتى ناطرك قريبا عمل سينمائي. نزل اكشلي هلا وموجود بالسينمايات. يوم ايه يوم لا، يوم ايه يوم لا، رح نتابعه على كل حال. انا كنت رايحه احضره بس ما صار لي الوقت. هلا بعد شوي انا وياك تحت الهواء بتعطيني هيك ديتيلز خبرينا شو بدنا. مايا اليوم بعمل مونودراما تحديدا بمسرح درج، دورك اليوم كامراه عم بتجربي ترجعي تعيدي حياه النساء خاصه بمرحله معينه من الزمن، ما رح خبر انا شو، انت قولي لي. اول شيء هذا العمل مونودرام. نعم. هي اول مره بشتغل مونودرام، ما صار لك كثير زمان بس هي اول مره بشتغل مونودرام، شيء رائع بس فيه كثير مسؤوليه. حسيتي بصعوبه؟ هلا انا دائما 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 بحس بصعوبه كانه اول مره. ولكن كاول مره عم تلعبي دور مونودرام. ايه هو مش بس لانه مونودرام، لانه ديمتري بفوت بكثير تفاصيل وباكثر الاوقات بيدقروكي. هو صعب ومش صعب بنفس الوقت، يمكن لانه كثير حلو، لانه كثير بحب بشغف بقلل، بس بتصير هيك كيف وقتها تكوني بدك تلتقي بحدا مغرومه فيه، بتصير انه كثير مبسوطه بس انه عندك مش خوف بس البانيك. كيف حاطلع، كيف حيشوفني، عم تحدى حالي بمطارح، حاكتشف معه شيء جديد، مثل كانه عرفت انه شخص غرام جديد اذا بدك، فهيدا الشعور. نعم. التحدي بالدور اللي عم تلعبيه وين كان تحديدا؟ اولا واحده على المسرح. ثانيا اذا بدك هو بيحكي مش شخصيه محدده، يعني كانه المراه
مش انه شخص وعنده اشياء بيرسونال، بس انه بتحسنا انه كانه كل النسوان بهالفتره او اذا مش كلهم اغلبيتهم عاشوا هيدا الشيء بطرق مختلفه، فبتحس هيك عم بتعيش اي فتره تحديدا؟ انا سالتك هذا السؤال تركتك انت تحكي، اي فتره عم بتجربوا تنقلوها على مسرح درج؟ هو حسب كيف كاتب ديمتري بالثمانينات صح، بس نحن مع الاخراج يمكن شادي في اكثر، هي بتحس انه ما كثير تغيروا الامور. يعني يمكن كانوا بوقتها عاشوا علنا لانه كانت الحرب اذا بدك علنا، نحن هلا عم نعيشها بس بتخبطات جوانيه. يعني كانه بعدنا بالحرب بس انه ما في ازايف وهيك، بس بتحس نفس الشيء. يعني حتى نحن هلا بشوف كيف كانوا عايشين بوقتها كثير بنشبه. هيدي مخلفات الحرب يلي امتدت ما بعد الحرب واثرت على كل واحد منا عايش هيدي المرحله تحديدا. شادي اليوم قد نحن يعني ما بعرف قد ايه حلو نرجع نذكر المواطن بالحرب من خلال اعمال مسرحيه. لك شو هي الحرب موجوده بالمسرحيه بس باك جراوند منا ما عندها، مش هي الموضوع. الموضوع هي هالامراه يلي حتى اسم ما عندها، حتى كل بتمثل كثير من النسوان، هيدي الامراه يلي عاشت بهيدي فتره الحرب، ما حددنا حتى اي فتره لانه نحن بتعرفي بلبنان قطعنا بمراحل من 75 لل 90 قطعنا بمراحل معينه. فما حددنا حرب معينه وعم نطل على كل الحروب، يعني من بدايه الحرب لل 82 لل 83 لل 85 لقبل 89، كل هالحروب يلي انا شخصيا بفقلة، يعني أنا من 82 وطالع بفوق كتير منيح من وقت الاجتياح الإسرائيلي الكبير كان صار وصل على بيروت وعلى الجبل، فبالتالي بهيديك الفترة مجزرة فينا، نحن عشنا طفولتنا وعم نعيش هيدا الحرب. فبمسرحية درج تحديدا الحرب هي بتأثر على حياتها بس مش محور المسرحية. هاي شغلة كتير مهمة، محور المسرحية هي كيف عاشت الحرب من خلال رجال تلاقت فيهم بهيدي الأثناء وشو موقفهم كانوا وقتها بلشت الحرب، لأنه في كتير منهم يلي عمره 16-17 سنة ترك كل شيء وراح، راح حمل البارودة وراح. فهيدا الخلطة يلي موجودة بمسرحية درج. هذا في صعوبة لأن تكون عم بتأديها مايا كشخص منفرد لحالة على المسرح. رح نشوف برومو عن يلا. المسرحية بنرجع منتابع. عادة بتدخني مايا؟ لا بحس كمل بتدخن انت مرتا. لا دغري قال عندك مشكلة بتدخن؟ اكيد لا، يعني يوجوالي بالتمثيل ما عندها مشكلة بس لا ما بتدخن. حسيت ما بنصحك تدخين. حكوا حالنا احنا كمان بنحذر التدخين يعني مضر للصحة. شادي يعني بعرف كثير منيح قد ايه المسرح هو دواء للامراض الاجتماعية بالاجمال يعني. نعم. اليوم قد ايه هذا المسرح عم بيقدر يفوت على كل زاوية داخل الانسان حتى يعالجها من خلال يمكن موضوع هالقد كبير هالقد اثر فينا نحن كافراد، بس نحن اليوم عم نجرب نضوي او اذا بدك نحط قدام الشخص اللي عم يحضر المسرح زاويه كثير مهمه من حياتنا مرقنا خلالها، بس اليوم نحن بدنا نعالجها، ما بدنا نحط مشكله، بدنا نلاقي حل. بتعرفي شو نحن بموضوع الحرب تحديدا عايشين بين كران انه نحن كانه ما صارت، وهي مجزرة فينا ومتخلينا نتصرف على أساسها. يعني نحن جايين من الماضي يلي كان كتير في دم وقتل وأزايف وأصوات، في كتير يلي هن من عمري يعني بالأربعينات بيتذكروا الدباب يلي كانت حدهم يقصفوا، منتذكر قد كنا نعد الأشياء، منشوف ناس، شفنا ناس، كتير أمور هيدي بعدها موجودة عنا وبتظهر بمطارح كتيرة. أنا ومايا وبمسرح شغل بيت منجرب نعمل مسرح إذا بدك ما مش تيعطي حلول أو تيودي رسائل، نعمل مسرح تيطرح أسئلة، تيحطك أمام خيارات أنت بتنقيها، بتفوتي على المسرحية بتاخدي يلي بدك إياه وبتزتي يلي ما بدك إياه. نعم. هيدا اللي بهمنا نحن بالموضوع. ولكن من الناحية الإخراجية اليوم قديش الشخص اللي عايش هيدي المرحلة قادر ينقلها بصورة أوضح؟ أكيد هي بتظهر لوحدها، يعني كل مرحلة عشتها بقلب الحرب وعشتها مزبوط، والخوف يلي كان يتملكني بهداك الوقت وكيف قديت نصف الثاني، يعني انا كان عمري 17 سنه 18 سنه وقت خلصت الحرب، وبعدين قضيت 10 سنين او اكثر عم نظف حالي من الخوف يلي اخذته من الحرب، واليوم صرت بشوفه اوضح، صرت بشوف الخبريه اوضح وبنقلها، لانه كثير مهم الاجيال الجديده انه تعرف انه صار في حرب. اليوم يلي عمره 30 سنه ما بيعرف انه صار في حرب، تخيلوا
غيرهم وغيرهم وغيرهم. كثير مهم نضوي على موضوع الحرب ونضلنا نحكي فيه. بيقولوا انه تنذكر وما تنعاد، تنذكر وما تنعاد، لانه مهم يعرفوا قديش صار في وجع، مهم يعرفوا قديش الاحاسيس انعاشت، قديش ناس تركت بعضها، تركت بيتها. كثير مهم انه ناس فجاه بيوعوا ثاني نهار ما عندهم سقف. فهيدا كثير بالنسبه لنا انه ضروري، بالاضافه لقصص كثير حلوه يوميه موجوده بقلب المسرحيه، لغراميات، لعلاقتها مع امها، اعياد ميلادها، فساتينا، حلمها بالزواج وغيرها بكثير اشياء. مايا ما بعرف اذا انت عايشتي هيدي المرحله اللي عم بيحكي عنها شادي، ولكن قد ايه كان في عندك خوف لما بدك تنقلي هيدي الصوره عن هيدي المرحله تحديدا، وخاصه انك عم تلعبي لحالك على المسرح، قد ايه هذا الخوف كان موجود وقد ايه قدرتي تنقليه كمان للمتلقي؟ هلا عيطت مش قد شادي بس انه عايشت لحقت للاسف. هو ليك بدي اخبر شيء بيرسونال، انا في فتره من حياتي ضليت احلم بنومه انه حتبلش الحرب، يعني اوريدي عندي هيدا الشيء، ورجعت من يومين بعد ما خبرتك انه رجع هيدا الحلم، بس بتحس مثل كانه ثيرابي، يعني بطل هالقد عامل لي قلق لانه تصالحت مع الموضوع انه ما رح يرجع. سو كثير تخطيت يمكن هيدي المرحله من خلال المسرح. من خلال الموضوع اللي عم تعالجي اليوم تحديدا، وقتها تحكي بالموضوع بتتصالح معه. كيف اذا عم تحكي معه قدام جمهور او عم بتشاركيه الامور؟ بس هي كمان كنت اقول انه منا بس عن الحرب، وبيحكي كثير تفاصيل حلوه، وبتحس بمطارح عن جد بيشبهوك، العلاقات، الحب. شو اللي بيشبهك اكثر شيء بهذا العمل المسرحي اللي حسيتي هيك بيشبهها لمايا؟ تقريبا كثير اشياء، ذكريات الطفوله. وفي شيء كثير مهم كمان، والبيت والدرج، لانه انا يعني ثاقبت اول ما شادي اذا اجى قال لي في مسرحيه اسمها درج، انا كثير بحب الدراج، وخاصه الدراج القديمه ما بتعرف لوين بتوصل، وبيكون حواليها شجر، بتصير تحلم بتقول انه لوين بدها توصل. سو هو الدرج بحد ذاته، والبيوت القديمه المكسره كمان بحبها، يعني هيك. فهول الاشياء ودائما ذكريات الطفوله، يعني انا كثير الميموار تبعي قويه وكثير بتذكر اشياء. مايا بهيدا المسرح، بهيدا العمل المسرحي لعبتي كذا دور مش دور واحد، كان في كذا شخصيه وكل شخصيه اخذت اسم، صح ولا لا؟ شخصيه واحده يمكن اسم واحد؟ لا، هي شخصيه وشخصيات، بس ما في اسم. لا ما في اسم ولا اسم، يمكن الاسامي بس اللي بيتعددوا بيقطعوا هنا اسامي رجال اللي تعرفت عليهم. اوكي، بس حتى هي الام يعني العالم يلي كثير قراب من الطفوله، ما في اسامي. وايه بلعب كثير شخصيات، وما فرقت كبيره صغيره شاب بنت رجال. هنشوف مره ثانيه وبنرجع بنتابع. بكل شخصيه كنت عم تلعبيها يمكن كان في كاركتر مختلف عن الثاني، قد ايه هون كمان قادره تفصلي وتنقلي من حاله للثانيه او من شخصيه للاخرى؟ هذا اجمل شيء على فوق بحس عند الممثل، هتلا احكي عن حالي، احلى شيء تفصلي وتنقلي، وخاصه انه في تحدي لانه هون مركزين على اللوك. نعم، يعني في مطارح بيكون في مسرحيه قبل نارسيس كاميلا ديمتري لعبناها كان ما في شيء بأثر، يعني بس بتبدلي. هون لوك كتير فامينن وكتير مركز على الأمور، وبدك تعمل شاب. ما هو الصعوبة يعني انك تفصل بين حالة والتاني؟ ليك كتير حلو هيدا الشيء، طبعا في صعوبة وبده تركيز، ولأنه عم تشتغل بيور صوت وجسم، وبعدك ما غيرت ابدا، ما غيرت شيء، يعني ولا حتى دبوس بتحطي بشعراتك، حتى ثيابك ما غيرتي ولا غيرتي ابدا، حتى بكعب، يعني تخيل عم تعمل محارب بكعب. كثير شيء بيسلي وفي تحدي، والحلو بهيدا انه مرات يعني احنا الممثلين بنحب نبين قدراتنا. مش لو ما عندك هيدا قدرات يا مايا ما كانوا اخذوك، يعني معلش هادي الهبر بعرف قد ايه هو دقيق بالانتقاء، وبيعرف كمان كل عمل مين بيقدر يوصله بطريقه افضل. شادي بختام هيدا اللقاء، ما بعرف قد ايه اليوم مسرح شغل بيت، يعني اسم الله عليكم غزاره دائما بالانتاج، قد ايه اليوم هو ناطر يمكن شيء جديد، لانه بنعرف انه دائما المتلقي بده كل يوم شيء جديد. شو ناطرين انتم خاصه من خلال الاشخاص والطلاب اللي موجودين، شو الجديد اللي عم بتحضروا له؟
بدي اقول لك شغله بس كثير مهمه واساسيه. انا ومايا نحن يلي بس على السريع لو سمحت. نحن يلي مندرب بالمسرح شغل بيت، يلي بيختلف مسرحيه درج عن غيرها انه هي مسرحيه بروفيشنال لمسرح شغل بيت. أوكي. وهي شيء جديد وراح يشوفوا اشياء كثير مختلفه هالمره، فناطرين الكل يجوا على مسرح مونو ابتداء من 5 اذار 2020. نعم. بس بدي ارجع اذكر هو عم هذا العمل رح ينلعب على مسرح مونو، مسرح مونو على الساعه 7 المساء ابتداء من 5 اذار، 5 اذار لغايه 15، لغايه 15 اذار بالمبدا. نعم. واذا كان في اقبال ان شاء الله اكيد رح نمدد. نعم. اهلا وسهلا فيك شادي الهبر وما يسب علي، بعرف انه في شيء جديد عم بتحضر له لرمضان، خبرتنا هيك العصوره قبل ما اختم. مسلسلين مفروض. اوكي، وين رح نشوفهم؟ على ال بي سي بعتقد غربه اذا ما صار شيء وعرضه، وفي مسلسل مع ايجل فيلمز. نعم. بعد ما عرفت تقريبا ما بلش تصوير جمعه، يعني حبلش التصوير مع اول واحد اسمه العصفوره. لا، اول واحد اسمه غربه. غربه سوري. حلو بس العصفوره مش العصفوره. ثاني واحد اولاد بركي عمل مسرح جديد لشاريال. ثاني واحد اولاد ادم وحبلش تصوير مع المسرحيه سوا، يعني استقبت بنفس الوقت. يعطيكم العافيه وموفقين يا رب. بدي ارجع اذكر كل اللي عم بيتابعونا يحضروا مسرح جديد بيحمل عنوان درج، هالمسرحيه اللي راح تصير على مسرح مونو اذا الله راد ابتداء من 5 اذار لغايه 15 منو. اهلا وسهلا فيكم شادي الهبر وما ياسب علي. مشاهدينا رح نروح لفاصل اعلان صغير ونرجع. مشاهدينا صباح الخير من جديد لكم، نحن وياكم متابعين بصبحيتنا، اكيد عم نتشارك من خلال السوشيال ميديا دائما ونكون على تواصل نحن وياكم ان كان على الفيسبوك بيج او حتى من خلال telelibon.com.lb. منروح لموضوع اخر من المسرح الثقافي الى الكتاب يلي كمان ضروري يبقى بثقافتنا، ضروري يبقى حاضر. واليوم من خلال مكتبة الحلبي كمان بيروت عم تنبض ثقافة وإيفنتات على كل الأراضي اللبنانية، رح نحكي بتفاصيل هذا الموضوع. بصير نستضيف معي بالستوديو لانا الحلبي. صباح الخير. صباح. اهلا وسهلا فيك لانا. اليوم يعني مع هالمشروع الثقافي بامتياز يلي نحن بحاجة له لتثبيت مكانة الكتاب واستمراريته، خبريني شوي مكتبة الحلبي، خبريني كيف تم إعادة أحياء هالمكان الثقافي. المكتبة قديمة أكيد، بلشت كدكان اسماني بس كانت كمان تبيع جرايد ومجلات من وقت جده بال 58 سنة 58، حاليا لهلأ صرنا 62 سنة، وكان في جرايد ومجلات ودوريات يعني الأسبوعية واليومية. وبالسبعينات والثمانينات أكيد كانت تسكر فترات الحرب، ووالدي كان يساعده لجده هو وصغير بعد المدرسة. بالتسعينات والدي اهتم أكتر، يعني هو أكتر اهتم بالمكان وأكتر صار يجمع كتب وجرائد ومجلات لدرجة أنه صار كتير تتعبى وخفف شوي أكيد الأمور التانية اللي موجودة بالمكان، فاتجه أكتر لأنه تكون مكتبة. ولحدود بعد 2000 أو بالرايح كانت صارت تعبى عشوائيا الكتب والجرائد والمجلات بطريقه انه الناس حتى ما بقى تقدر تفوت، فكان بحدود 2010 بس يفتح الجرار من برا ويبيع اليوميه الاشياء الجرائد والمجلات اليوميه والناس ما كانت تقدر تفوت. وانا كنت بشغله بمجال ثاني كليا ورجعنا صرت بعدين نقلت لوقت صار عندي وقت زياده، فحبيت انه لا ارجع ساعده وشجعه هيك، وعملت بيج على فيسبوك وصرت هيك انشر اشياء ثقافيه لشجع الناس على القراءه وعلى الكتب. كيف كان إقبال العالم لما يعني هالفكرة يلي هيك رجعتوا أحييتوها بطريقة كتير مميزة، وكمان يعني من خلال أنت تواصلك قدرتي كمان توصليها على السوشيال ميديا اللي هي This is the new media؟ هو هيدا أهم شيء يلي ساعدنا، لأنه أول شيء اقتصرت على يعني الرفقة والعيلة وهيك، وشوي شوي صرنا نروح على معارض ببيعوا كتب مستعملة أو هيك، وصارت تكبر شوي شوي الكوميونيتي تاعتنا، وهيك تدريجيا يعني الناس تخبر بعضها أو إنه هن يلاقوا إنه في شيء حلو يحاولوا يكونوا جزء من هيدي المجموعة، وتدريجيا كبرنا وصارت الناس تطلب انه ليه ما فينا نفوت على المكتبة وهيك، فقررت اترك شغلي واتفضى كليا للمكتبة، وبوقتها بال 2016 جددناها بالكامل يعني فتحت كلها وفضينا كل الكتب، اخذنا شيء 8 اشهر لرجعنا زبطنا كل شيء ورجعنا فتحت. يعني باخر 2016 كانت المكتبة بلشت تستقبل ناس، وبأول 2017 بلشنا نشاطاتنا الثقافية. هي اكيد مكتبة مستقلة وعندنا بثلاث لغات، العربي والانجليزي والفرنسي، وبأول 2017 بلشت النشاطات الثقافية طبعا شوي. وهي لتحديد كمان لكل
للاشخاص هيك لحتى يعرفوا اكثر، مكتبه الحلبي بقصقص تحديدا، واكيد فاتحه ابوابها لكل اكيد الناس. اكيد بكل لبنان، لانه كمان نعمل دليفريز على كل لبنان وبذات الوقت حتى العالم برا، واي حدا دائما بيزورنا اشخاص ان كان بالنشاطات الثقافيه اللي بنعملها او عامه دائما بيجوا من كل المناطق بيقولوا لنا انه صار لنا كثير فتره وناطرين انه تنجي نزوركم، وهيك بيعملوها مشوار لعنا يعني. صارت سبوت مقصد. صارت سبوت مقصد. عم شوف على كل حال الصور كمان مع الريلانشينج هذا قبل ما تفتح، قبل ما ترجعوا تزبطوا وترجعوا تعربوا الكتب، خليني اقول يعني ورشه، خليني اقول اكيد اخذنا قد هيك انت عم تشتغلي، قد هيك هالعلاقه مع الكتب، هالعلاقه مع انك تكتشفي اشياء يمكن ما كنت بتعرفي انه موجوده عندكم. حتى والدي كان كل ما نوصل على هيك مكان صغير جوا يقول لي بتذكر انه انا هو حطيتهم هون بس ناسيهم من شي كم سنه، فكان ينبسط بالكتب يلي عم تطلع وكنا نرجع نرتبها ونظبطها. هون كان ثاني نادي قراءه عملناه، يعني اطلقنا خبرين نادي شوي عن نادي القراءه طالما يعني وصلنا على ذكره. اطلقنا نادي القراءه بشهر ايار 2017، حبينا انه نطلق بذكرى النكبه الفلسطينيه، وحبينا انه اول كتاب يكون كتاب عائد الى حيفا. وكثير اجى اشخاص يعني بطريقه ما كنا متوقعينها. وثاني كتاب كان مثلا قواعد العشق الأربعون، كان من الكتب اللي كثير حلوه والناس بتحبها. هذا من صور الارشيف، هول من صور الارشيف، عليك في بيض واكل وهيك، وحدهم في روايات عبير. صحيح. هو القديمه روايات كانوا ينطبعوا بقبرص، وبعد عنا الطبعات القديمه مش مستعمله بالمكتبه. هاي انا والوالد، وهون هيك صور من التجديد يعني كيف صار. روعة. بس اكيد حافظنا على شكلها. هون مثلا بمعرض الكتاب، فحتى بمعرض الكتاب بنعمل نفس الشكل يلي بنعمله بالمكتبه. هون كنا عم نحضر لحكواتي، رح تحافظوا على هالايدنتيتي. رح توقف عند الحكواتي، رح توقف عند كثير محطات. خليني احكي شوي انا وياكي عن نادي القراءه، قد ايه مهم، قد ايه هذا تواصل مع العالم، وخاصه اليوم نحن بحاجه لهيك نوع من النشاطات. صح، نادي القراءة اجملا بنقترح على الكوميونتي عنا شو بيحبوا يقروا، او حتى في اشخاص بالنادي هن ذاتهم بيحضروا، يعني عنا 15 شخص ببيروت دائما هن ذاتهم بيحضروا، وفي اوقات اشخاص يعني هو عام، فاي حدا في يقدر يشارك. ودائما بنقول انه مش بحاجه انه شخص يكون قرا الكتاب لحتى يجي، لانه نحن بدنا نشجعهم تيقربوا صوبنا، انه ما يستحوا. انه في اوقات ناس بيبعثوا لنا بيقولوا لنا انه بنحب نجي بس نستحي، انه بركي نحن ما بنعرف او مش قاريين او هيك. فانا بقول لا بالعكس، ما هي الفكرة أنه أنتوا تتعرفوا على أشخاص بفكروا بركي بنفس الشكل أو بحبوا الكتب، وأنه أنتوا تجوا تكتسبوا معرفة. صحيح. جديدة، أو حتى أوقات لغوياً تتعلموا كلمات جديدة من خلال القراءة، فيكن تشاركوها مع الأشخاص اللي عم يجوا على النادي لما تكونوا عم بتناقشوا أفكار بالكتاب. فكتير مهمة وهي جزء من تشارك للمعرفة يعني بشكل عن جد حلو. عملنا حتى نقلنا النادي على صيدا وعصور. بصيدا كنا أوقات نقعد بكافيه، رجعنا بعدين اشتغلنا مع إشبيليا اللي هي كمان سينما قديمة تسكرت فترة ورجعت فتحت، وهلأ هي مساحة ثقافية بصيدا. بسور مثلا كمان اشتغلنا مع اسطنبولي كمان المسرح الوطني. صحيح. اللي سكر رجع فتح، يعني دايما عم بيكون في تشارك مع منصات ثقافية أو مساحات ثقافية متنوعة بكل المناطق. هلأ كمان بسور بنقعد عند المكتب العام اللي هي السونتر كولتورال، هو مركز المطالعة والتنشيط الثقافي. فعم بيكون دايما في تشارك مع جهات أو مراكز كمان ثقافية بهمها أنه نكون مش مركزي بس، يعني طبعا مش بس ببيروت بعدي. شو الهم الاساسي كان عند والدك سيد عبد الله الحلبي لما قررتوا ترجع تعملوا هري لانشينج للمكتبه، وكيف هو هيك دائما بالفولو اب تبعه شو بيقول لك؟ والدي كان كثير مبسوط لانه حس انه في حدا رح يهتم بالكتب، انه ما رح تروح ديعان، ما رح تنكب، لانه فيها ارشيف كثير مهم كان انه كان فيها تتلف، او مثل ما للاسف يعني في بعض الدور مثلا اصحابها بتسكر الاولاد او ما في حدا بيكون قيم انه يرجع يهتم فيها. فهو لقى يعني انبسط كثير انه بقمنا بهذه المبادره. هو هلا موجود دائما، يعني معظم الاحيان بيكون موجود بالمكتبه، والناس اللي بيزورونا دائما هيك بيتحدث معهم، بخبرهم خبريات عن بيروت، خبريات هيك دائما كبيره متنوعه، فبينبسطوا يعني زياره مثل كانه جايين على البيت، يعني مكتبه بيتيه بتحسها. شو حلو. اذا بدي احكي شوي عن الحكواتي كمان يلي كان حاضر، يلي شغله اوقات بنفقدها بمجتمعنا. صح. كمان رجعتوا احييتوها، خبريني. مزبوط. الحكاء او الحكاءه هو شخص موجود من زمان بالثقافه الشعبيه اللبنانيه. هلا كثير ناس بس شافونا عم نعمل هذا الشيء صار انه خبر
خبرونا وين عم بيصير وقديه عم بيصير هذا الشيء وكل قديه فينا انه نجي نحضر، واذا فينا ننقله او نسال الشخص يلي عم يجي يقول عندكم حكايات انه بركي بينقل على مناطق ثانيه، ففي تعطش من قبل الناس لهيدي النشاطات الثقافيه، وخاصه انه هو بيحكي ادب شعبي او قصص متنوعه من القصص المحكيه، يعني كثير مهمه لانه بترجع الاشخاص هيك سوا ليقعدوا بعد شوي عن التليفون والاشياء البلاستيكيه والاشياء اللي هيك الكترونيه، كثير بنرجع للعلاقات الشخصيه وتواجدنا سوا بمكان عام. ديفنتلي. اذا بدي احكي شوي عن النشاطات عم تتحضر هلا قريبا، وبعرف كمان قد ايه عندك قرب كمان بما يتعلق بالثقافة يلي إلها علاقة بالأديب الشعبي سلام راسي، خبريني شوي شو عم بتحضر. هلأ عم نحضر نشاط رح يكون بخمسة أدار مع دار النمر. دار النمر للثقافة والفنون عندهم مخطط كل هيدا السنة اسمه عوافي، اللي هو أكتر يطلعوا برات مركز دار النمر أنه يعملوا تشارك مع عدة مراكز ثقافية برات الدار، بشكل أنه يكون في عروض أفلام أو حكايات أو أي نشاط ثقافي متنوع. فكان التشارك معهم بهذا الموضوع، رح نكون عم نقرأ شخصيا، رح نكون عم بقرأ قصص وحكايات من أدب سلام الراسي الشعبي لجمعية للمسنين، مركز المسنين النشط بمخيم شتيلة ثائبت هالمرة رح يكون بهالمنطقة، يمكن بعدين ننقل على مناطق تانية أو على مراكز تانية أو لعدة أشخاص تانيين. بس الحلو بهذا الشيء أنه عم نحكي أدب شعبي، والحلو كمان أنه هاي أول مرة بنتوجه للمسنين، يعني بالمكتبة دايما نعمل نشاطات، نادي القراءة مفتوح أكيد كل الأعمار، في عنا نشاطات للأطفال كمان بنقرأ للأطفال، بس هأول مرة بنتوجه للمسنين لأنه دايما النشاطات بتروح أكتر للأطفال، ويعني وين ما بتروح بتلاقي فيه هيك شيء، بس الفئات من عمر أكبر كتير قليل ما تلاقي أنه في ناس عم تهتم، خاصة أي بهيدا الإطار يعني بما يتعلق بالقراءة. صح صح، وهن بالعكس بحاجة أنه أنت تخلق لهم شيء دل عندهم اهتمام فيه أو تسليهم، لأنه مثلا بهذا العمر يمكن ما بقى كتير يكون عندهم أمور أنه يهتموا فيها. على كل حال بعرف كمان في نشاطين عم يتحضر مع سونتر كولتوريل دو عجلتون. مزبوط، في سونتر كولتوريل بعجلتون مع مسيو إليس فير رح نكون عم نعمل نشاط، أو يمكن يكون كمان نادي ضمن نادي القراءة عن سلام، عن أنيس فريحة، عن كتاب اسمها يا رضا. سنة الماضية هو كان مفروض يكون بشهر نوفمبر بس بسبب الأوضاع يعني تأجل شوي، بس أكيد بعده قائم. أنيس فريحة أو كتاب اسمها يا رضا كان بتكون هلأ السنوية 70 للكتاب، فكمان في كتير أشخاص من الجيل الجديد يمكن ما بيعرفوا عن أدب سلام، أدب أنيس فريحة، أو حتى ما بيعرفوا عن كتاب اسمها يا رضا، أو بيسمعوا اسمها يا رضا بغنية زياد الرحباني، فهي من هون جاية. وأنيس فريحة كان يكتب لابنه رضا، هلأ موجه له تحية، هو بأمريكا، حاولنا نتواصل معه كمان ليكون حدا من قبلهم موجود بالنشاط، كان عم يعطي مثل حكمة عن الحياة وعم بيخبروا هيك أمور من الضيعة ومن الأدب الشعبي اللبناني والحياة الثقافية اللبنانية، أو عن دود الأز أو هيك تربية دود الأز، يعني أشياء منا موجودة بقى هلأ. فحبينا أنه نقرأ هذا الكتاب ليكون مثل الأشخاص اللي ما عندهم مرجع من هيدي الأمور أنه يبلشوا من مكان معين، وإن شاء الله رح يكون نشاط يعني تشاركي بين عجلتون وبين بيروت كمان. شو حلو، يعني عم تنطلقوا من بيروت لكل المناطق اللبنانية. في بلانز لل 2020 لل 2020 هيك تكون ما بعرف ايش عم تحضرونا؟ هلا دايما في اشياء جديدة، اوقات في اشياء بنكون محضرين لقبل، اوقات في اشياء هيك بيصير شيء بتطلع دغري. يعني هلا اللي اقرب شيء رح يكون نهار السبت عنا بالمكتبة، اللي هو نشاط قراءة للاطفال، هو كتاب بالانجليزي من دار لوكوم، هو بوتيك دار للولاد، وهلا ريسنتلي ترجم للعربي، فرح نقرا اسمه حيوان وانا تمرح وتسبح وتتأرجح، وكمان رح ينقرأ بالانجليش وبالعربي، وكمان رح يكون في نشاط قراءة هيك تلوين بعده للأطفال بمكتبتنا الساعة 5 كمان. هو نشاط عام، أي حدا بحب يجي، أهم شيء أنه نشاط مجاني كمان طبعا. لأنه كتير ناس بيفكروا أنه معقول نحنا يكون في بدل مادة أو شيء، بالعكس يعني هذا جزء من خدمات المكتبة المستقلة أنه تكون عم تقدمه للكوميونتي الصغيرة أو الكبيرة البعيدة. دفنتلي. لأن المكتبة بتفتح أبوابها طيلة الأسبوع من أي ساعة لأي ساعة؟ من الصبح ساعة 9:30 للمساء الساعة 7 كل الأيام عدا نهار الأحد. عدا نهار الأحد. لأن الحلبي شكرا لك، يعطيكم ألف عافية، بتجننوا بهالعمل الحلو يلي عم تعملوا. أهلا وسهلا فيك. ميرسي، شكرا لكم. مشاهدينا بريك بيفصلنا عن متابعة صبحيتنا، بعد الفاصل بنحكي عن اثنين الرماد، بنحكي عن الصوم الكبير، بناخذ معنا زويدة لهالأربعين يوم صيام يلي بقودونا للقيامة. بريك ومنتابع نو زابينج، خليكم معنا.
مع مريم حاملة البشارة وحاملة الخلاص يلي قالت ايه لمشروع الرب الرب يلي بعت ابنه الوحيد لحتى يكون فدا عن البشرية، لحتى يفتح ايديه على الصليب ويقول لهم ايه هالقد انا بحبكم، هالقد انا قادر استقبل الكل من زمن الصوم يلي بيبدأ مع عرس قانا وبيقودنا لعرس القيامة. واليوم مع تنين أرميد ضيفة بالستوديو، الخوري مروان معوض خادم رعية مرمرون البوشرية. صباح الخير. صباح النور أبونا، أهلا وسهلا فيك. اليوم تنين أرميد يلي بردنا للإنسان يلي هو تراب وبيرجع لهتراب يلي بيسلم لمشروع الرب يلي بيسلم لإرادة الخلاص والقيامة. اليوم كيف فينا ننطلق بهيدا الأسبوع وبزمن الصوم يلي بيبدأ يلي بدأ مبارح كمان مع عرس قانا الجليل؟ أول شيء صباح الخير لك ولكل المشاهدين، وكمان حلو نبلش هيك صومنا دايما بهالتنار ميد اللي نحن نبلشه دايما. تنار ميد هو إذا بدك هو رميد، هو علامة من العلامات يلي بتدل على التوبة، لأنه الإنسان بحياته ما في ضل عايش بالبعد الأرضي، الإنسان لازم يسمع عن يطلع شوي عن البعد الأرضي والبعد يلي بيعيشه بحياته اليومية ليقدر يسمع ويقدر يوصل لربه. ونحن لحالنا ما بنقدر نعمل هالشي، نحن بحاجة لقوة الله هي تشجعنا هي تساعدنا لنقدر نحن نمشي هالمسيرة. مشان هيك الصوم هو مسيرة عبور من مكان إلى مكان. مشان هيك منبلش فيه نحن بنقطة مزبوطة تنير ميد، منبلش فيه بأذكر يا إنسان أنك من تراب وإلى التراب تعود، ولكن مش هيدا هي الأساس، هيدا علامة بس لتذكرنا أنه نحن حقيقة مهما علينا مهما كبرنا نحن قيمتنا مش بجسدنا، قيمتنا مش بهاللحم وهالدم، لأنه نحن منعرف بيوصل لإنسان بيوصل إنسان لأعلى المراتب وأعلى المراكز، ولكن بمحل معين بده يسلم بده يستسلم. أبونا اليوم وخاصة بهالمرحلة اللي عم نمرق فيها وتحديدا بلبنان، إن كان اقتصاديا إن كان على صعيد الاجتماعي قدام هيدا التناحر الطائفي التناحر السياسي، عذرني على التعبير المقرف والبشع، خليني أقول قد إحنا بحاجة لهالروحية أكتر اليوم لحتى نرجع لذاتنا نرجع لداخلنا نبحث عن هيدا السلام يلي موجود بهالفترة. صحيح زمن الصوم يوم يعني عند الطوائف المسيحية اللي بتعتمد التقويم الغربي بدأ اليوم، ولكن اليوم هيدا الفترة كمان لازم تحمل سلام لكل الناس لكل الأشخاص حوالينا. صح، لناخد السلام بدنا نرجع لسيد السلام لرب السلام يلي هو يسوع المسيح، هو اللي حملنا هالسلام، حملنا يا سلام من عند بيو السماوي وجابلنا اياه وقالنا هيدا السلام وسلامي اعطيكم، هيك بيقلنا الرب يسوع. واليوم الانجيل اللي بنقراه اليوم هو جواب على السؤال يلي طرحته حضرتك هلا بالبدايه. الانجيل اللي بنقراه اليوم بيقول يسوع فيه اكنزوا لكم كنوز في السماوات لا تكنزوا لكم كنوز في الارض. ليش؟ لانه كنوز الارض في عنا سوس، في عنا عث، في عنا لصوص، في عنا سارقون بيسرقون. أما اكنزوا لكم كنوز في السماوات حيث لا عث ولا سوس ولا لصوص ولا سارقون. ونحن اليوم إذا بدنا نقرأ واقعنا يمكن الناس ما في أكتر من العث والسوس والسارقون واللصوص يلي عم يأخذوا كل والناس يلي فكرت اليوم أنه بمصرياتها بالبنك بتأمن آخرتها يمكن بترتاح وبتقلك أنا هيدا جنى حياتي جنى تعبي ودياتي وبدي عيش منه، وصل لوقت مش قادر يسحب ولا ليرة من البنك. فأذن هيدا كلام المسيح كلام واقع، مشان هيك المسيح كان عم بيحذرنا أنه انتبهوا الأرض مهما طلعتوا مهما جمعتوا مهما جبتوا إشياء واعتبرتوها ضمانات لألكون بدو يجي وقت وتختفي، بينما الكنز الحقيقي هو وقت اللي بيكنزه أنا بالسماوات. ومسيرة الصوم هي مسيرة أنه أنا اكنز لألي كنز بالسماء، هيدا هو الأساس، لأنه يسوع بيقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. اليوم لما نحكي عن الصوم أبونا يلي بيخدنا برحلة 40 نهار وصولا لأسبوع الألام وزمن القيامة، لأنه نحن بدين المسيح رجينا القيامة دائما بفترة العبور، السيد المسيح يلي هو كمان صام ومرق بالتجارب يلي مر فيها، اليوم أدي بطبيعتنا الإنسانية بطبيعتنا الإنسان يلي ضعيف
أمام الخطيئة. كيف فينا نلخص مرحلة الصوم وقديه الأهم من الصوم عن الطعام والمأكل والمشرب نكون عم نصوم لحتى نكون إنسان أفضل اليوم؟ الصوم هو حقيقة مسيرة، مسيرة بس مش بالاتكال على الزيت، لأنه الإنسان الصوم هو بمفهومه هو انقطاع عن الطعام من 12 بالليل ل 12 الظهر، وبيجي كمان موضوع القطاعة اللي أنا بقطع عن اللحمة، بقطع عن البياض إلى آخره، ولكن هودي كلهم وسائل لنوصل للهدف. الهدف شو هو؟ الهدف أنه مسيرة الصوم تخلق في رغبة جديدة بلقاء الرب. أعرف أنا أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، هودي التجارب يلي يسوع مرق فيهم بالبرية، ونعرف نحن أنه الصيام هو منه الهدف هو تعذيب الجسد فقط بقهر الجسد، هو إذا بدنا انقطاع من أجل أنه نقول لجسدنا مش أنت القائد، القائد هي الروح، هي روح الله الساكنة فينا، هي إلى الكلمة الأخيرة مش أنت كجسد. وهيدي مسيرة الصوم هي اللي هي مسيرة عبور نحن بنسميها، هي بدها توصلنا للقيامة بكل التقشفات والعبادات والأصوام والإيماتات يلي بنعملها بزمن الصوم، باخد هالثمرة باخدها بالقيامة. وقت اللي أنا حقيقة بعد ما أمرق هالفترة 40 يوم مع أسبوع القيامة 50 يوم، من شانك نحن بنسميه الصوم الخمسين، 50 يوم من الصوم بتوصلنا إلى قيامة الرب، إلى لقاء وجه المسيح، لأنه المسيح صام بالنهاية. فإذن الصوم هو منه اتكال على الزيت، هو اتكال على قوة الله، على قدرة الله، ولحتى نقول لزيتنا ولجسدنا ونقول لفكرنا ونقول لقلبنا أنه نحن بدنا نوجهكم طلوع، بدنا نطلعكم لفوق، ما بدنا نضل عايشين بس مستوى أرض أرض ونضل نكتفي بالأمور الأرضية. مشان هيك منحس بأول الصيام منحس بأنه يمكن حياتنا بتتخربط، يمكن يوجعنا راسنا، يمكن منحس أنه منا مرتاحين، يمكن من معقصين، بس هودي مقصودين، مقصودين لحتى نكسر هالروتين اليومي ونكسر هالروتين اللي بيخلقنا إياه الحياة الجسدية طبعاً. الأرضية لنقول ستوب، نوقف، نحن هلأ بدنا نبلش مسيرة قوية، مسيرة جديدة، ونخلي الروح اللي فينا هي تقودنا وهي تمشينا. أبونا مسيرة الصوم اللي بتستمر لخمسين نهار بكل أحد منكون عم نتوقف عند إنجيل حتى نروح كمان للعجائب يلي بيردونا للإيمان، للمنزوفة يلي بلمسة لطرف رداء المسيح، بالمكرسح، بالأعمى، بكل هالأشخاص يلي بتجربتهم بشفائهم كمان قادرين يعطونا أمثلة لشفاء الروح. قدي حضور هالمحطات أساسي، وشو رمزية أنه نكون عم نمر بهالأحد وصولاً لأسبوع الألام والقيامة؟ أكيد نحن من آمين أنه زمن الصوم هو زمن شفاءات، هيدا بالدرجة الأولى، لأنه بهالزمن أنا بدي أختبر من خلال صومي لمسة يسوع، لمسة الرب بحياتي، وما في حدا لمس الرب إلا ما شفه، ما في حدا الرب دق فيه إلا ما عطاه نعمة، ما عطاه شيء مهم ياخده بحياته. مش هناك نحن منشوف هالشفاءات، فيها شفاءات جسدية مثل ما تفضلت وقلت حضرتك، فعنا شفاء الأبرص، فعنا شفاء المنزوفة، فعنا أحياء ابنة يائيروس، فعنا شفاء المخلع، شفاء الأعمى، في شفاءات كتير حلوة، هي شفاءات خارجية، ولكن الأهم إذا منطلع ومننظر إلى العمق هناك شفاء روحي بالبداية قبل ما يكون في شفاء جسدي، لأنه بالنسبة للرب الشفاء هو نتيجة الإيمان. أنا أؤمن بالرب، أنا بسلم ذاتي، الرب بيعمل معي الأعجوبة. بنعطي أمثلة كتير، يعني حتى شفاء المخلع بيقول له مغفورة لك خطاياك، قم أحمل فراشك وامشي. حتى بالمرأة المنزوفة يلي بيقول لها كمان مغفور لك خطاياك، اذهبي بسلام. بنشوف دايما في تركيز على مغفرة الخطايا، لأنه الشفاء الحقيقي منه بشفاء الجسدي، الشفاء الجسدي هو علامة خارجية، مش هناك نحن بنسميهم آيات، علامة داخلية فيها شيء خارجي بس هي في إلى بعد داخلي، هي بتوديني لشيء أبعد
من الخارج. عشان هيك كل الشفاءات اللي بتصير هي بيتركز فيها على الشفاء الداخلي. هيدي هي مسيرة الصوم، انه الانسان يعيش فيها توبة، يعيش فيها صلاة، يعيش فيها عبادة اكتر من الوقت يلي الباقي. مش انه بكرة بزمن القيامة لا ما بصلي، او مش بزمن الميلاد ما بصلي، لا، نحنا مندخل بهالزمن اللي هو اسمه الصوم الكبير، لانه في اصوام صغيرة طبعا تنصام قبل الاعياد السيدية الكبيرة. في نحن عنا هالصوم الكبير يلي هو بتصوم كل الجماعة بتصوم فيه، مشان هيك هو شفاء داخل طبعا، هو مسيرة لحتى أنا من جوا يلمسني الرب وآخذ مغفرة الخطايا. ممكن آخذ كل شفاء خارجي، إذا الرب ما لمسني من جوا، ما تبت عن خطاياي، ما لي أي نفع صومي طبعا. بهالشفاء الداخلي اللي منرجع لذاتنا فيه، مثل ما عم بتقول أبونا، كمان زمن الصوم يلي بيبدأ مع عرس قانا الجليل، يلي بخلاله السيدة العذراء طلبت من المسيح أنه يشوف شو بده يعمل لأن بطل عندهم خمر بالعرس، فبيحول 6 أجران مياه لأجران خمر. وبختام الصوم هو الجرة السابعة، علامة الكمال يلي بعرس السماء وبعرس القيامة، بين هيدا المفارقة ما بين بداية الصوم وختامه. كيف نحن بدنا نكون بالعرس الحقيقي لحتى نكون انطلاقا من هيدا المشروع عم نمشي بهيدا الصوم، وكيف بدنا نشتغل على حالنا لنكون إنسان أفضل بمجتمعنا بشغلنا بظل الظروف الراهنة يلي كلنا مشحونين فيها، ولكن بدنا نبحث عن المسيح وعن السلام بداخل كل واحد منا. أكيد اللي عم بتقوله شيء كتير حلو، هو بداية من عرس لعرس، نحن هيك بنسميها، من عرس قانا إلى عرس القيامة، يلي هي جرة المسيح، اللي هي المي والخمر يلي نزلوا والدم يلي نزلوا من جنبه، وبعدنا لليوم عم نتغذى منه بالإفخارستية بإيماننا المسيحي. المسيرة بدها تتطلب مني أولا على الصعيد الشخصي، بدها تتطلب مني وقفة أنا وذاتي، وقفة بيني وبين ذاتي، بيني وبين حالي، لأقدر أنا أفحص حالي، أفحص ضميري، أقدر شخص هالمرض الروحي يلي موجود فيي، أقدر أعرف أنا وين جرتي عم بتروح مي، ويني أنا ما عم بقدر ملي الجرة. لأنه في ناس كتير أوقات بتقلك بعبي بعبي أعمال وبعبي إيمان، بس بحس حالي أني أنا أوقات بيروحوا مني، بحس حالي إنسان ضعيف. هل فحص الضمير يلي بتدعي لقلنا الكنيسة لقلو بهيدا الوقت، هيدا أساسي لحتى نحدد المشكلة. طيب بعدنا نحدد المشكلة، نحن لازم نقدم زويتنا للرب، قلو يا رب هيدي جارتي، لو أنا مكسورة، لو أنا مشققة، هيدي جارتي، أنا عارف أنك أنت فيك تشفيني. كيف بده يشفيني الرب؟ الرب يشفيني من شغلتين أساسيتين كتير مهمين بمسيرة الصوم من العرس للعرس. أولا من تكثيف الصلاة وقراءة الكتاب المقدس، لأنه هونيك اللي مننبع مننهل من كل شيء ربنا عطينا إياه، هونيك الأساس. اليوم أول شيء من قوم الصبح شو بنعمل؟ نفتح التليفون، بدي أعرف شو في أخبار، وين صار كورونا في بلبنان، في بإيطاليا، مع كل يلي عم بيصير حوالينا. مزبوط. أول شيء بتلاحظ نلقط السلير بين إيدينا ومنصير نبرحش فيه أول ما منوم، يمكن حاطينه حتى تختنا. وآخر شيء قبل ما ننام، قبل ما نغمض عينينا، شو بنلقط؟ شو بنكون لاقطين بإيدنا؟ تليفون. فإذا التليفون صرنا عبيد لإله، لأنه هو صار عم بيقودنا. بدي أعرف شو عم بيصير بالعالم، بدي أحدد المواقف، بدي شوف، وإذا بعرف قبل بدي خبر قبل عن الخبرية. نعم. وبصير ببعتها على الواتسابات وبصير خبر عنها. ليش أنا بزمن الصوم ما بحط حد إنجيل؟ خلي آخر شيء أقرأ تشوفه عيني قبل ما غمضهم بالنوم تكون كلمة الله، تعطيك راحة، تعطيك استقرار، تعطيك ثبات. أبونا، انطلاقا من يلي عم نقوله لحتى هيك نكون عم ناخد خلاصة وناخد معنا زوادة لزمن الصوم، وختاما شو زوادة يلي اليوم بتعطينا إياها؟ كيف نحن اليوم منحمل بقلبنا بصلاتنا؟ كل واحد إذا قادر يصوم عن الأكل والشرب، يعني كيف الكنيسة بتطلع اليوم لهالزمن لهالفترة، وخاصة بما يمر فيه لبنان والعالم كله؟
أكيد هذا الزمن هو زمن مقدس، زمن مبارك، لازم ينعيش بكل جوانبه بكل نواحي، إن كان على صعيد قراءة كتاب مقدس، إن كان على صعيد مشاركة بالإفخارستية، أو على صعيد صلوات وعبادات وتقشفات. وهذا الزمن لحتى نقدر نحن نعيشه، نقدر ناخد منه النعمة والبركة، بدنا نعيشه بتوبة، بدنا نعيشه بانسحاق. وأجمل كلمة بتنقال بالإنجيل هي ارحمني يا رب، هيدي أجمل كلمة. أنا بدي رحمة الله علي لحتى أقدر أنا أمشي، أقدر أنا تكون مسيرة صومي هي مسيرة مقبولة لدى الرب، مش بس انقطاع عن الطعام، مش بس انقطاع عن الأكل والشرب يلي بيقلنا مار بولس ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وفرح وسلام. مشان هيك ممكن أنا وصايم أعمل ابتسم قدام خيي، ممكن أنا وصايم روح صالح عدوي، ممكن خيي بالبيت متخانق أنا وياه على شقفة الأرض يلي ما منحكي، يلي مرتي ومرته يمكن مختلفين. بزمن الصوم هو مناسبة، ربنا بيعطيك القوة، مناسبة لتقوم عن كرستك، تقوم عن عرشك، تقوم عن المكان اللي قاعد فيه وتروح صوب خيك يلي انت متخانق انت وياه. وهيدي بدها بطولة، وهيك بنعيش زمن الصوم بالاتكال على نعمة ربنا. انت قوم وشوف كيف ربنا هو بيدفشك. أبونا أنا بدي أشكر وجودك معنا اليوم، شكرا لهالزوادة يلي حملتنا إياها ببداية هزمن صيام مبارك لك ولكل الأشخاص الصائمين من المسيحيين يلي بيعتمدوا التقويم الغربي. الأب مروان معوض شكرا لك وصوم مبارك، أهلا وسهلا فيك. يا هلا مشاهدينا، نحن وياكم منتابع ولكن بعد الفاصل نو زابينج، خليكن. وصلنا نحن وياكم مشاهدين على ختام صبحيتنا من أحلى صباح. طبعا بدي أتمنى للكل بقية نهار ممتع مع برامج تلفزيون لبنان، على أمل نرجع نطلع عليكم بكرة بحلقة جديدة بتمام الساعة 9. ولكن هلأ رح أترككم مع روبورتاج تحديدا أمسية شعرية مع الإعلامية والشاعرة فيرا الحلو والعميد الشاعر الياس بوخليل، منتابعه سوا. بقايا من ثورة حب، إنه لو هالبقايا بالنظر الناس والمحبة صارت قليلة، لا هالبقايا عنا رح تضل بقايا كثيرة. والحب ما بينتهي عند الإنسان، الإنسان هو اللي بداخله بيقدر يعكسه للناس، بيقدر يقول للناس إنه أنا موجود عندي على طريقتي، بقدر حب، بقدر أعطي، بقدر أكون خلاق، بقدر أكتب، بقدر أعبر عن ذاتي. وكرمال هيك بزمن هيدي الثورة اللي عم نعيشها، حلو نبعد عن السياسة ونبعد عن وجع الناس وتعب الناس، ونقول إنه الشعر بعده موجود والقصيدة موجودة، ونحن كمان قادرين نكون نحب ونعطي. والناس بعدها عم بتطالب وتقول إنه بدنا نحضر شيء ثقافي، اشتاقوا للأشياء الثقافية. فكرة الطرابيش اجت إنه نوزعها على الجمهور بدل الوردة الحمراء، لأنه اللبناني راسه مرفوع دايما، وأنا بشوف إنه إيه على راسه طربوش، وطربوش أحمر بيعني الحب وبيعني الفرح وبيعني كتير أشياء. واللون الأحمر هو لون يمكن من ألوان العلم اللبناني كمان، هيدا له رمزية خاصة. والثورة، الثورة هي ثورة حب اليوم، بعيدا عن أي سياسة، بعيدا عن أي وجع، وبدنا نثور من أجل الحب، وبدنا دايما نكون متجددين وعم نضحك للحب. نحن كل سنة بنعمل مع الشاعرة رولا الحلو الأمسية الشعرية، المناسبة هي عيد الحب. عيد الحب نحكي فيه عن الحب والمحبة بشكل عام، حب الزوج لزوجته، حب الإنسان لوطنه، حب الإنسان للطبيعة. يعني الحب هو يلي الإطار يلي بيربط أو بيكلل كل هالأمور هيدي بين بعضها.
فبما أنه المناسبة فالونتين بعدنا عايشينها شهر فالونتين إذا بدك فيها الرمزية للأمسية أمسية الحب، وأنا ورولا دائما نعمل هالأمسيات يعني فيها رمزية رجل مع أمرأة، هي بتحكي أنه شو بتحكي شو هي شو بتقول المرأة عن الرجل، وأنا بقول شو بقول الرجل عن المرأة. آخر شيء كمان منكلل الأمسية بحوار اجتماعي بيتناول علاقة الرجل مع المرأة إن كان بالزواج إن كان بالطلاق إن كان بالمحبة بهالأمور الأمور العامة. بس يعني جوهر الأمسية الهدف منها هو عيد الحب. هي الحب ثورة أصلاً اليوم، هو ثورة على الحقد، هو ثورة على اليأس، الحب كله ثورة. ورولا هي بنضالة بألمها بكتاباتها دايما البسمة الدائمة على وجهها، هالتفاؤل الدائم، هالإيجابية اللي عندها إياها، تخطت كتير إشياء مادية، تخطت الحالة اللي هي عم تعاني منها، وبرهنت إنه الإنسان قادر دايما يوصل لمساحة التفاؤل الحلوة. هذه بدها ثورة دائمة على الذات وثورة مع الآخرين. أنا كتير بحب الشعر وكتير بحب ألم وروح وإحساس رولا. والله الحقيقة أنه اشتقنا للندوات الثقافية للأمسيات الأدبية والأمسيات الشعرية، فاليوم رولا بافتتاحها هالندوة وهالأمسية الشعرية أعادت هيك الحنين لألنا وأعادت لنا أجواء الحب وأجواء الرومانسية وأجواء الشعر اللي نحنا بهالظرف هيدا كتير كتير محتاجينها حقيقة. فأنا سعيدة برولا، رولا بتكتب حلو، رولا دايما نشيطة، رولا إلى بصمات على الشعر وعلى الأدب وعلى الفكر وعلى الصحافة والإعلام أيضا. ونحن منحييكم تلفزيون لبنان انه دايما انتم موجودين مع اهل الفكر والثقافي. نحن دايما منسيين عند الدوله بس عندكم لا، مننا منسيين ابدا. هي صور مشاعر وتاملات بترافقها موسيقى عربي وحوار هادي بين الشاعر وقصيدته، وكيف كان هالحوار اكيد رح يكون راقي محبب بينا من الالم مع ولا الحلو والعبيد الشعري ياسر خير. ليلة سمراء بطلها لا يعرف الحياة، مغامرة تهوى خلايا أنثى، تقترب من تفاصيل بلون الحنطة، تهرب مني تعترف في الخفاء، أنا نعم أنا أسرتك اعتقلت الهواء، فكانت نسماتي انتصارا ليلى طارت فيها عصافير السماء. امرأة من عصر الجاهلية لا تحمل في يدها بطاقة اعتماد مصرفية، ترضى بالواقع لا تسافر إلى دول أوروبية، لا تستخدم المصاحيق سوى الكحلة العربية، تعيش معي دون شكوى دون تذمر دون عشق للأمور المادية. عفى عن ذنبي بحبه قضى بالصلب، لإسمه حمد من القلب، بحبه مخاوفي تبددت، رحمته وسط الملمات بدت، وهو أمامي فاتح باب النعيم كي أملك معه بمجد مستقيم، بحبه حمد من القلب.